Bonjour tout le monde, nous allons faire le burak tana tantôt matin. Alors, tu prends les ingrédients. Haja sahla, oui, j'ai bien. Hadla fars, j'ai bzaf bnina. Hnaya, عندي حبه بطاطا تكون موين. هاد البطاطا هادي غليتها في الماء، درت لها الملح وغليتها، مازالها سخونه. هنا عندي فرماج بلون، هنا عندي بصل خضر تقطعوه بتي كاري صغير. هنا ديروا شويه بصل، ما ديروش بزاف، هنا ديروا قسم غرفه تاع ماكله. وهنا عندي زيتون ايفيلي، هنا زيتون ايفيلي شمخته ساعه قبل ما نبدا نخدم به، درته في الماء خليته يطلق كاع هذيك الملوحيه اللي فيه. هنا الزيتون تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش. وبيان سور عندي شويه تاع معدنوس، هنا قطعه صغيره. فوالا هذه هي. وعندنا دو بواط طون طومات، وبيان سور عندنا لي فوي تاع البريك. الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا. حاجه سهله كما قلت لكم، غليتها في الماء، درت لها الملح وغليتها، مازالها سخونه. فوالا هنايا نكرازيها، فوالا نحيوها بيان هاد البطاطا. فوالا الوغ نحط لهنايا بصل ديالي خضر اللي قلنا قسم غير فتاع ماكلة، شوفوا هكذايا. وندير هنايا المعدنوس تاعي، وندير زيتون ايفيلي، ونحط فرماج بلون، ونحطو دو بوات دو طون طومات. بسم الله. هنا نخلطو بيان لافارس تاعنا. هنا اللي يحب الحار يقدر يزيد الهريسه شويه هنا. فوالا لا فارس تاعنا براتيكمون راهي واجده. هنايا نوجدوا لي فوي تاع البريك تاعنا. بيان سور راني دايره الزيت فوق النار، خليته على النار متوسطه لو طون لي فاصوني البوراك ديالنا، نقليوها. Voilà. فوالا هنا الزيت تاعي سخن، نبدا نقليو فيهم. فوالا هنا الزيت سخنت، نحط البوراك ديالي. نخليهم يتحمروا كيما نقليو كاع البوراك. كي كاع تعرفوا تقليو البوراك، انا نعطيك لكم اون فارس، حاجه جديده. نديروا البوراك تاعنا بالطون طومات. الوغ دوك نكمل نقلي كاع البوراك ديالي، وان شاء الله تشوفوه معايا في طبق التقديم. بيان سور نقطرو من الزيت، نحطو في الكسكاس حتى يقطر بيان من الزيت. فوالا نشوف البوراك ديالي، فوالا دوك نقطع لكم حبه وتشوفوها كيفاش تجي لداخل.
شوفوا هذا هو البوراك اللي درناه معكم اليوم، درناه طون طوماطا فوالا. ان شاء الله ديروه ويعجبكم، ايكم توجور نقولكم ولا تحبوا جديد ديروا جامي يجيكم جديد. على بروشان.